منتج النهارده هو الهولدر الخاص بالخيوط ، السلام عليكم ازيكم عاملين ايه ، ان شاء الله ياربكم تكونوا بألف خير اهلا بيكم معلومه جديده بنتكلم دايما عن الهولدر ولكن اللي حابه ان انتوا تعرفوه ان الهولدر ده انواع كتيره جدا مش بس للخيوط لا في الحاجات تانية هنتكلم عنها كمنتجات في فيديوهات جاية ان شاء الله ولكن هنبتدي باول هولدر يخصنا تحديدا وهو هولدر الهولدر الخيوط, الخيوط بيجي بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبيكون على قاعدة دوارة وفيه عمود العمود ده بيتربط احيانا بيكون الهولدر ده بشكل مفرد واحيانا بيكون مزدوج بيهمني في ايه انه يكون مزدوج لما بحب اشتغل تابستري او بشتغل الوان تحديدا بلونين بحب ان انا يكون معايا قطع زي دي مش مضطر ان انا اقعد افك الخيوط والفها من جديد وارجع بعد كده اشتغل التابستري بتاعي في هولدر احيانا بيبقى من اربعة وده نادر شوية يعني مش بنلاقيه بشكل فظيع ولكن الهولدر اللي هو اتنين هو اكتر حاجة منتشر واللي هو لوحده كده ايه فايدة الهولدر يعني والخلاصة كده بدل ما اقعد احط البكر على الارض تتشد مني واقعد انا اشد الحركة دي لما بنيجي نكون شغالين في بلوفرات او كوفيات ضخمة زي بتاعتنا احنا في الكروشيه التونسي اه بنعمل القطعة القطعة بتكون طويلة وتقيلة مثلا بالنسبة لشغل البلوفرات الرجالي مثلا بيكون ضخم وتقيل مش عايزين كمان نقعد نشد الخيط واحنا شايلين حمل البلوفر على رجلينا او ايدينا فبنهول على حالنا شوية وبنجيب الهولدر الخاص بالخيوط طبعا كمان مش مضطرة ان انا اطلع البكرة من قلبها وتتعجن كده مضطرة اشتغل ان انا بهدلته من قلب البكرة عشان ما تبصي كل البكرة مني الهولدر دي مميزات كتيرة ولكن هو بالنسبة لي مش منتج اساسي قوي ممكن احط البكرة دي في اي طبق وقشطة تمام يعني مش هيزعلني في حاجة فاشتري الهولدر وقت ما اكون يعني معايا المبلغ بتاعه وفعليا هي قطعة بتروق الدماغ جدا يعني هي مش مفيش مانع ان انا اقتنيها قطعة اتهون عليا الشغل وهتبسط لي الامور فلي لا وبس معلومة النهاردة تكون خلصت اتكلمنا فيها عن الهولدر معلومة الجاية برضو عن الهولدر ولكن حاجة مختلفة خالص عن شغل الخيوط شوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة ما تنسوش اي حاجة بنتكلم عنها هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف ولو بتشوفوني من على التيك توك او الانستا هتلاقوا اللينك موجود في البيو مع السلامة باي